أخبار اليوم. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا مشاهدي بوابة أخبار اليوم. نشرة إخبارية يقرأها عليكم محمد عوض، أبدأها بالعناوين. السيسي يؤكد سعي مصر نحو تمتع شعبها بالحقوق والحريات. السيسي يقيم حفل عشاء رئيس الفرنسية بقصر عبدين مساء اليوم. الجرائد الرسمية تنشر نص اللائحة الداخلية للنواب بعد تصديق السيسي عليها. رئيس الوزراء يلتقي رئيس الفرنسية فرانسوا أولاندا. خبراء روسيون يتفقدون المطارات المصرية للتأكد من سلامة الإجراءات. مصر تدين هجوما إرهابيا استهدف الشرطة البحرينية. الحوثيون ينسحبون مفاوضات السلام في اللحظات الأخيرة. تغريم مرتضى منصور 5000 جنيه في سب وقذف ممدوح عباس. كانت هذه العناوين وإليكم التفاصيل. قال رئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر دولة تسعى للنهوض وتبوأ مكانتها اللائقة بين الأمم المتقدمة كدولة مدنية ديمقراطية حديثة تعمل على تحقيق آمال وطموحات شعبها وتوفر لها حياة آمنة مستقرة ومطمئنة. وشدد السيسي خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الأعمال المصري الفرنسية والذي حضره رئيس الفرنسية فرانسوا أولاند على سعي مصر نحو تمتع شعبها بالحقوق والحريات بما يساهم في حصول الشعب المصري على حقه في التعليم الجيد والحياة اللائقة والعمل والرعاية الصحية المناسبة، منوها إلى أهمية عدم الحكم على الأوضاع في مصر من منظور غربي نظرا لتباين التجربة والثقافات، معربا عن تطلع مصر للتعاون مع فرنسا والعمل معا لأجل هدف إنساني وليس اقتصاديا فقط. يقيم الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر عبدين الاثنين حفل عشاء على شرف زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند لمصر والوفد المرافق له، ومن المقرر أن يحضر حفل عشاء المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء أعضاء الوفد الرسمي المرافق الرئيس الفرنسي أولاند. ويصاحب الرئيس السيسي نظيره الفرنسي في جولة داخل قصر عبدين للتعرف على تاريخ الحضارة المصرية ومقتنيات القصر. التقى المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء اليوم الاثنين الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، وتناول اللقاء بحث عدد من الملفات والقضايا المشتركة بين البلدين وأوجه التعاون. نشرت الجريدة الرسمية الاثنين نص القانون رقم 1 لسنة 2016 الصادر من الرئيس عبد الفتاح السيسي حول اللائحة الداخلية لمجلس النواب بعدما صدق عليها الرئيس السيسي. تفقد الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند محطة مترو هارون بمصر الجديدة والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع الحكومة الفرنسية. وكان في استقبالها الدكتور جلال سعيد وزير النقل حيث قام بشرح الأعمال التنفيذية المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق. عقدت قيادات وزارة الداخلية وأمن الشركة المصرية للمطارات اجتماعا ولقاء موسعا مع لجنة من الخبراء الروس للإشراف على مطارات مصر، حيث حضر اللقاء اللواء صادق الشوري وهشام سلامة بالشركة المصرية للمطارات واللواء هشام دستاوي مساعد وزير الداخلية للمنافذ واللواء حسام نصر مدير مصلحة الموانئ المصرية. أدانت مصر اليوم الاثنين الحادث الإرهابي الذي استهدف الشرطة البحرينية أمس، حيث قال بيان من السفارة المصرية بالمنامة إن القاهرة تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي استهدف قوات الأمن البحرينية أثناء قيامها بواجبها في قرية كرباباد. قبيل ساعات من انطلاق مفاوضات السلام بين الحكومة المعترف بها دوليا والمتمردين الحوثيين المزمعة في الكويت، أعلن الوفد الحوثي انسحابه مطالبين بوقف فوري للغارات الجوية التي يشنها التحالف العربي الذي تقوده السعودية بحسب مسؤولين، ولم يتضح بعد ما إذا كانت المفاوضات قد فشلت تماما، ولكن مسؤولين إعلاميين على صلة الوفد الحوثي قال إن الوفد أرجى سفره إلى الكويت. وأخيرا قضت محكمة جناح العجوزة اليوم الاثنين برئاسة المستشار سمير سكر بتغريم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الحالي في القضية المتهم فيها بسبب وقذف رئيس نادي الزمالك الأسبق ممدوح عباس بمبلغ 5000 جنيه. بهذا الخبر نكون قد وصلنا معكم مشاهدينا مشاهدي بوابة أخبار اليوم إلى نهاية نشرة إخبارية قرأها عليكم محمد عوض. انتظرونا في نشرات إخبارية قادمة. إلى اللقاء.